نروح للكرة الطائرة رجال. النادي الأهلي كان افتتح طبعا مشواره مع الدخان. طبعا انتوا عارفين الفترة اللي فاتت الكرة الطائرة خضتنا عليها جامد، كابتن محمد مصالح ميدو جاله فيروس وتعب جامد يعني الحقيقة، وخضنا عليه جامد، ولكن هو تحسن بشكل كبير الحمد لله ونزل خلاص المباريات. كسبنا الدخان 3-0 والمباراة كانت بتلعب على صالة الشاي الدخان في الهرم. والحقيقه الفرقه بشكل عام احنا الاخبار اللي جاينا كويسه، ان اللعيبه الحمد لله كل مساحاتها سلبيه، ولكن كان لازم نطمن من كابتن محمد مصالح ميدو بنفسه او بنفسنا على الفرقه، وعشان كده هو معانا على الهاتف. ازيك يا كابتن محمد؟ كابتن محمد مصالح ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن هيثم. الف مليون حمد لله على سلامتك، ويا رب يا رب ان شاء الله دائما ابدا تحلق بالفرقه بتاعتك في طائره يعني الطائره يعني في سماء النادي الاهلي بدون اي مشاكل. الف حمد لله على سلامتك كابتن. الله يسلمك وربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. كابتن، موضوع كورونا كان يعني ضرب الفرقه بقوه، طمنا كان كام لاعب مصاب والحمد لله حضرتك طبعا وكام لاعب، طمنا على الفرقه من خبطه كورونا دي. والله يا قنبله ضربت الفرقه زي ما هتقول كده. الفرقه الحمد لله كانت ماشيه كويس جدا فني وبدني، وعملنا ماتشات وديه كانت كويسه جدا قبل الدوري. كانت الفرقه ماشيه حلو جدا، لكن احمد صلاح كان اتعرض يعني جات له اعراض، عمل مسحه طلعت ايجابي، وبعدين جت الاعراض عليا انا، وبعدين بقى الفرقه ابتدت تقلق جامد جدا. اضطريت اوقف التمرين بعد اول ماتش كان في الدوري، كان يوم 18، وقفت التمرين لمده 4 ايام لتقييم الموقف يعني مع الدكتور واللجنه الطبيه في النادي. عملنا مساحات لكل اللعيبه، طلع 9 لعيبه عندهم كورونا. رقم كبير قوي يا كابتن، يعني بصراحه الله يكون في عونكم. ما انا بقول لحضرتك هي قنبله ضربت. قنبله صحيح، يعني الموضوع كان صعب. اتفضل يا كابتن. كان صعب جدا، واجلنا ماتش بتروجيت والقناه، وكابتن تامر بعد ال4 ايام دول الناس اللي موجودين طبعا مع استعانه ببعض الناشئين النادي اللي تحت يعني لعبنا ماتش رايل الدخان، والحمد لله كابتن تامر وكابتن جمعه قدروا يعني يعدوا الماتش دوت، والحمد لله الفرقه دلوقتي كل الفرقه 9 تقريبا خلاص الحمد لله المسحه بتاعتهم سلبيه، وابتدوا ينتظموا في التمرين، وانا ان شاء الله باذن الله يعني هنزل التمرين يوم الاربعاء باذن الله. ان شاء الله يا كابتن على حضرتك الحمد لله، احنا حضرتك كنت تعبان واحنا قلقنا عليك جامد والحقيقه، وكان دعواتنا وقلوبنا معاك، بس حضرتك بتطمنا على نفسك ان شاء الله يوم الاربعاء في التمرين باذن الله. والله انا كنت تعبان شويتين، بس ربنا قدر اللطف يعني الحمد لله. ما احنا عارف والله يا كابتن، وكان عندك يعني لا يعني كان شديد عليك، يمكن حضرتك كنت اكتر واحد الدور عليه شديد. بس طب كابتن دلوقتي يعني هيبقى عند حضرتك مشكله طبعا الناحيه البدنيه، طبعا 9 لاعبين راجعين من دور قوي وبتاع، فطبعا والدوري ما بيرحمش زي ما حضرتك شايف الماتشات ورا بعض، هتعمل ايه في المعضله دي؟ والله يعني ان شاء الله بس من اليوم الاربعاء ان شاء الله هجتمع مع حسن خطه الاحمال، والحمد لله احنا لسه في اول الدوري يعني، وان شاء الله في خلال اسبوعين الناس اللي هي كانت قاعده دي ان شاء الله ترجع تاني، وفي خلال 3 اسابيع شهر باذن الله يرجعوا كلهم فورمه، وربنا يستر على الجميع يعني ان شاء الله، وما يحصلش حاجه تاني باذن الله. صحيح يا كابتن محمد مصالحي، بنطمن عليك، والف مليون حمد لله على سلامتك وسلامه اللاعبين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لحضرتك.